انا مستغربه. تمام. بنتكلم في كيلو لحمه صافي ب 105. تمام. سعد انا حاطط لك القايمه جنبي يعني. أيوة مش عارف مزبوط. هي فين؟ لحمه خضار 105، لحمه خضار سولو 100 ومش عارفه كام، 120 شاورما، 120 كباب حله. القطعيات اللي فيها تهديدات في اللحمه هي اللي سعرها غالي. انما سعر اللحمه عندي بيتراوح من اول 95 جنيه لحد 105 عموما. لكن خلينا نقوم قايلين عندك مصنعات، وعندي مصنعات، عندي كفته وعندي برجر. انا عامل في منفذ البيع تقريبا كل حاجه ليها علاقه باللحمه، كأنك واقف في محل جزار عادي. طب ليه ما قلتش انا الفرق ده بتاع التاجر والجزار والوسيط والكلام ده؟ انا حابب ان الفكره بتاعتي توصل للناس كلها. انا عايز اوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، وابقى فعلا اللحمه في متناول الجميع. سعر منافس وجوده، هو دوت الاساس، وهو ده الشعار بتاعنا. وانا بتناقش معاك اول ما دخلت عن الاعلاف وعن الرعايه البيطريه، انت فاهم الحمد لله. يعني انا ساعات ببقى اسئلتي متخصصه شويه. تمام. لقيتك بترد الحمد لله. انت خريج ايه؟ انا خريج هندسه قسم اتصالات. بس انا بالنسبه لي الموضوع كله هو سيلف ستادي. انا بالنسبه لي مش بزهق من الشغل بتاعي، على طول انا بعمل سيرش، على طول انا بعمل سيرش للموضوع. فبالنسبه لي مش بزهق، كل ما بلاقي اي تكنيك جديد، اي فكره جديده، بقعد اعمل عليها سيرش، بقعد اوصل لها. بحب اسال كتيره جدا. في نفس الوقت انا من مكاني ده انا بشكر بصراحه في ناس كتيره جدا وقفت معايا، انا بشكرهم كلهم، واولهم العمال اللي شغالين معايا. الناس دي وقفت في ظهري كتير جدا يعني. فانا فعلا يعني عفرت كتير الحمد لله، عقبال ما ربنا قدرني ان انا فعلا اوصل للمكان ده الحمد لله. في مزرعه المهندس